لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا مساء الفل عليكم. النهاردة احنا في محل كشري ودخلت المغربية محل كشري. هي ما تعرفش يعني ايه كشري لأول مرة في مصر. هي هتدوق الكشري دلوقتي وهنقول كده الكشري مقاديره ايه. المقادير عندنا هي تعاملين تقلية. الاول انت قدمي نفسك، انا نسيت الموضوع خالص عشان الكشري ليه وضع تاني معايا. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. معكم ام محمد المغربية من يوميات مصرية مغربية ومصرية. قبل ما نبداو الفيديو كنقدم تعازي الحارة لأسرة عدنان، والله يبقى فينا بزاف، حرقوا لنا قدنا، الله ينتقم منهم. وكنت منهم الدولة ديالنا تطبق الإعدام باش يبقى عبرة اللي بحاله. واليوم جابتني أم رضوان محل كشري عشان باش ناكل كشري. الكشري عبارة عن المكرونة، عدس، حمص، بصل. كشري ده عندكم في المغرب؟ لا لا مش عندكم. طب قولي بقى لاهل المغرب بقى الكشري ده عندنا عامل ازاي، بس بعد ما تدوقيه بقى نشوف ردة فعل كيف يعني. بسم الله. محمد شغال على فكره. الكشري ده عندنا بيتاكل لازم يتحط معاه دقه دي تبقى توم كده، بخل، بليمون، بكمون، بحركات، يعني حاجه ما تتوصفش. وعندنا لازم الشطه اللي هي الزيت دي، ده الكشري عندنا. ها طعمه ايه؟ حلو. هي على فكره يا جماعه اول مره تاكل كشري في حياتها. اول مره يعني في حياتها تعرف يعني ايه كشري. ما كانتش عارفه يعني، هي كانت محتاره، قالت لي يلا نخرج نشوف هنخرج نروح فين. كانت عايزه تاكل عند الحاتي، قلت لها لا انا هاكلك حاجه تانية خالص. اهل مصر، الاخت المغربيه ام محمد بتقول بتقدم اسره التعازي لاهل عدنان. عدنان ده طفل عنده حوالي كام سنه؟ 11 سنه. الولد دوت باباه عنده مطعم وواحد استدرجه وتم عليه الاغتصاب بشع جدا واتذبح في المغرب. وهي كانت بتقصد كده في اول الحلقه، انا بقول لكم بترجم لكم اللي هي قالته. فهي بتقدم التعازي لاسره عدنان. دلوقتي هي بتاكل الكشري وهنرجع لكم تاني بعد ما تمسح طبق الكشري، لانه واضح ان هو عجبها خالص يعني. الصوت مسموع. رجعنا لكم. الاخت المغربيه دلوقتي بتاكل حم الشام، اول مره تعرف يعني ايه حم الشام اصلا. انا الطبق بتاعي مليان شطه زي ما انتم شايفين. بنعمله، بتعملي الحم الشام؟ ده بنعمله في المغرب. لكن الكشري ما تعرفوش؟ الكشري ما عباره عن عدس ومكرونه وده. بس انتوا عندكم في المغرب بتعملوه؟ في عندنا مطاعم مصريه في المغرب بتعمله. عندكم مطاعم مصريه في المغرب لكن انتوا ما بتاكلوش. هما اكلهم كله منظمه يا جماعه، لحمه، لحم ضاني ودجاج والكلام ده. يعني هما بيعملوا طواجن اللحمه، ما يعرفوش هما ياكلوا الرز. هي ما عرفتش الرز لما جت مصر. لا عندنا الرز بنستعمله، ولكن رز؟ مش وجبه رئيسيه مثل عندكم. يعني الرز عندكم بس مش وجبه رئيسيه. بنعمله سلطه، بنعمله مع يعني متغدين، يعني مغذيين مزيان. هذا نعمله مع بالليل مع شويه دقه. طب بامانه بامانه الكشري طعمه عامل ايه؟ حلو والله. حلو حبسيه يعني؟ والله حلو بجد. طب قولي للاخوه المغاربه ياكلوا كشري هناك في مصر في المغرب ويشجعوا المطاعم المصريه عندهم. ايه؟ قولي لهم الاخوه المغاربه اللي بيتفرجوا عليكي فهموكي. يروحوا المطعم المصري اللي عندكم يجربوا ياكلوا كشري ويشجعوا. هو مطعم تعملوا له اشهار المغرب؟ لا ما بنعملش اشهار، انا ما اعرفش المطعم، بس طالما الكشري عجبك اكيد هيعجب ناس كتير. ليه؟ والله طعمه حلو. يعني عباره زي ما كيف ما قلت في الاول، عباره عن حمص وعدس ومقرونيه وبصل مقلي
لو عايز يعملها. انا ما بحب، انا ما تعافي معلش ليه كان باش الحامض. ايه ما بيسموا الليمون عندهم حامض، هي ما بتحبش تحط الليمون. لا احنا بنستعمل الحامض. انا ما هي ما بتحبش الليمون صراحة. المحل عامل كشري رهيب بصراحة. انا مش هقول اسم المحل عشان ما اعملش شهرة، بس هو المحل المعروف قوي 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 عندنا ونظيف جدا. انا عايزة بقى اقول لك ان الكشري ده لازم عندنا احنا في العيد من واحنا صغار، لازم في العيد اول يوم العيد، تاني يوم العيد، تالت يوم العيد، اي عيد عندنا لازم ان احنا نلاقي محلات الكشري دي زحمة زحمة. يعني الناس كلها تاكل لحمه بسكوت، لا احنا لازم لازم كل واحده تاخد صاحبتها وتروح بقى محل كشري، تلاقي محلات الكشري دي عليها عدد مهول، ما تلاقيش مكان اصلا تقعدي فيه. احنا غيركم. انتوا بتعملوا ايه بقى؟ احنا في العيد، احنا بالنسبه لعيد رمضان نعملوا زي ما انت عارفه حلويات، ملاوين، سمان، بغرير، حبشه، كيك، الكيك، الشاي، القهوة في العائلة كتجمع. يعني لا أنا أقصد حاجة تانية، أنا أقصد في الغداء بنعملوا أكل لحمة دجاج على حساب الأهل. لا إحنا عندنا هنا اللي أقصده أنا إن إحنا لازم يعني لازم أول يوم العيد، تاني يوم العيد ده تلاقي كل الأطفال والشباب بقى المراهقة والبنات وكده كل واحدة مع صاحبتها في محل كشري. إحنا تاني العيد بالنسبة لرمضان عندكم برضه كلكم كده ولا لا لازم يبقى لا كيخرجوا الناس، كيخرجوا بزاف، يخرجوا يتغداوا على برا، يسافروا عند عائلاتهم، يمشوا هنا. طب ايه الاماكن اللي عندكم بقى يعني بتروحوها اول يوم العيد عندكم او ثاني يوم العيد تفسحوا فيها وعباره عن ايه؟ ايه الجمال اللي فيها؟ عندي بالنسبه الرباط فيه بزاف الحوايج، في كيف نقولوا المدينه فيها الحمام، كازابلانكا، يعني عندنا يعني في الناس فين تمشي عندنا. عندنا احنا ملاهي، بس انا عارف ان كل مكان عندكم الملاهي عندهم هنا يلعب الاطفال. مشوش غالطين عشان قلت الملاهي. احنا عندنا الملاهي مش حلوين مكان. احنا عندنا الملاهي هنا اشكال وانواع. الملاهي هي لعب الاطفال. اه احنا عندنا هم عندهم الملاهي اسمها لعب اطفال، احنا عندنا اللي هي عندنا حاجات كتير مش عايز اذكر اسماء. يعني احنا الملاهي اللي عندي انا بقول ملاهي. انت قلت لي مره ان في لعبه اللي هي بتتقلب ديت الناس بيخافوا منها اللي هي المقصة عندنا اللي هي الدواره. هذيك وقعت في طنجه من بيخافوا منها قوي يا جماعه. وقعت في طنجه السنه اللي فاتت ماتوا فيها ناس. هما بيخافوا من الملاهي دي يعني. احنا انتم اللي بتقولوا ملاهي، احنا ما بنقولوش لا ملاهي. ما عندنا لعب اطفال. اه لعب اطفال. انت هنا في مصر مش في المغرب، فهنا بيقولوا عليها ملاهي. ايوه بتقول ملاهي. لا انا اشرحك المغاربه اللي ما يعرفوش عشان ما يقصدوش الملاهي. الملاهي عندكم يعني اه الملاهي الليليه اللي هي الديسكوتات والكلام ده. ايوه ديسكوتيكو. لا يا جماعه الملاهي عندنا هي لعب الاطفال. عشان يخرني. الملاهي اللي انتوا تقصدوها اسمها ديسكوتات. اما بالنسبه لعيد الاضحى الجو ديالو بوح. عيد الاضحى بقى شكله عامل ايه عندكم؟ بيشتري الاكباش، واللي بيشتري بقره، واللي بيشتري عجل يعني عجال، واللي بيشتري بزاف. انا عرفت كمان اللي عندكم اللي ما يذبحش يتعايب. ايوه احنا عندنا عادي يذبح ما يذبحش عادي يعني على حسب الامكانيات. هم عندهم في المغرب يا جماعه البيت اللي ما يذبحش يتعاير يعايروه. يعني حتى ما بيحبش يخلي اولاده من غير عيد. يعني دي عاده عندكم الذبيح دي لازم اي حد معاه معهوش لازم يذبح حتى لو معهوش. ها؟ حتى لو معهوش؟ الا تغلب ما عنده ما يدير، كيدير اللي بجهده ولا ما يعني اللي بجهده بيجي. ولكن بيبقى يعني ولكن تيبقى مريض، تيبقى ضميره انبو على اولاده ما عيش ليهم. هنقفل بقى الحلقه على كده يا جماعه عشان بصراحه الكشري انا الطبق بتاعي زي ما هو وهي طبقها زي ما هو ولازم ناكل. كنتم مع يوميات مغربيه ومصريه في حلقه الكشري المصري، اول مره تدخل مغربيه محل كشري في مصر. السلام عليكم. تدخل مغربيه على الكشري؟ لا وايه الكشري بص عامل عليها ايه يا جماعه؟ تمام يا حمد. هننهي الحلقه على كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين اللايك والتعليقات وهنستنى منكم اللينكات. وكنشكر دينا بزاف ام رضوان لان جابتني عشان تفكرني كشري.
وأتمنى لعجبكم هذا الفيديو تعملوا لايك، واللي ما مشترك يشترك وفعل الجرس. ثاني مرة نقولها الله يصبر أهل عدنان يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.